بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رجينا بذلك أن يحشرنا الله تبارك وتعالى مع الصالحين وفي زمرة الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا، وقت هذا الدرس إن شاء الله 10 دقائق، بعنوان باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. طبعا من خلال العنوان تظن أن المقصود بمن يعني لا بد عليه أن يعني يستزيد من الخير في أواخر العمر، يعني من بلغ من العمر اعتيا. ولكن طبعا في تعقيب على هذا العنوان، الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر ليس فقط لمن بلغ من العمر عتية، يعني مثلا بلغ 60، بلغ 70 أو الكلام ده، بل الكلام للشباب قبل الكبار أو قبل البالغين. فنحن الآن يعني ظهر موت الفجأة بطريقة يعني بطريقة كبيرة جدا جدا في المجتمع. موت الفجأة امبارح بس السائق بتاع المترو تقريبا، المرج باين تقريبا، السائق قبل ما يخرج للمترو ب5 دقايق بس، سبحان الله، توفاه الله سبحانه وتعالى، فاد الله سبحانه وتعالى به أرواح. لو كان طبعا في الوقت ده هو سائق للمترو، كان أرواح كتير كانت هتموت معاه، لكن من لطف ربنا سبحانه وتعالى إن هو يموت قبل أن يصعد إلى إيه؟ إلى هذا المترو، سبحان الله جل وعلا. حادث تاني ولعلنا سمعنا عنه امبارح، 14 راكب في ميكروباص في على كوبري إمبابة تقريبا. الميكروباص السائق بتاع الميكروباص كان ماشي بسرعة كبيرة، وإذا به وفي أثناء مروره على الكوبري يعني إيه يصطدم بالحديد اللي هو على الكوبري كده، يكسره وينزل الميكروباص يقع في النيل. وإلى هذه الدقيقة لم يعثر على الميكروباص ولا على الراكبين، سبحان الله. 14 راكب، يعني هل هم كانوا عارفين كده قبل ما يركبوا الميكروباص ده؟ سبحان الله جل وعلا. فموت الفجأة ده يعني بقى موت، يعني ايه، موت مرعب ومخيف، يعني لا بد ان نزداد من الخير، فنحن لا نعلم متى ينتهي الايه الاجل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون: أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، وكلا معناه 18 سنة، وكلا 40 سنة، قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ، وقيل هو البلوغ. ده كان حال أهل المدينة المنورة، إذا بلغ أحدهم 40 سنة خلاص كأنه بقى بيستعد بقى للإيه؟ للقاء الله سبحانه وتعالى، تفرغ للعبادة، وقيل هذا يعني إيه عمر أو سن البلوغ. وقوله تبارك وتعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم. ده تفسير للنذير هنا بمين؟ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل الشيب، الشعر الأبيض اللي بيظهر في الليه في الرأس أو اللحية، وقاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، هذا توبيخ من الله سبحانه وتعالى لأهل النار. يقول: أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله عز وجل أن نعير بطول العمر. قد نزلت هذه الآية: أولم نعمركم ما يتذكر، وأن فيهم لابن 18 سنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الشاعر: إذا بلغ الفتى 60 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، أو الفتاء بمعنى الفتية يعني. وقال قتادة: وجاءكم النذير، احتج عليهم بالعمر والرسل. وقرأ عبد الرحمن بن يزيد: هذا نذير من النذر الأولى.
والشيب نذير أيضا لأنه يأتي في سن الاكتهال، هو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال الشاعر: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذيري. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبكي للعبد اعتذارا، كأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، فينبغي له الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسي، فقال: لما يدخل هذا، لما يعني يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله. مش معنى ده يعني اللي سيدنا عمر بيخليه يجلس ايه معهم ولهم أبناء من نفس العمر. فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ طبعا سيدنا عبد الله بن عباس كان يلقب بإيه؟ وحبر الأم رضي الله عنه وأرضاه. فقلت: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. طبعا في الحديث ده فضل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وسعة علمه وكمال فهمه وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله عز وجل في الدين ويعلمه التأويل. فكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر. فكم من صغير لاحظته عناية، صغير لكنه كبير في قومه، الكبير بإيه؟ بالعلم اللي هو عنده. فالمسألة مش مسألة العمر، وإنما بما آتى الله عز وجل الشخص إيه من العلم. فكم من صغير لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا من أذكار الصلاة. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية الإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السور. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمدي، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثواب. في الحديث: مواظبته صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والاستغفار في ركوعي وسجودي وأشرف أوقاتي وأحوالي.
وفيه خضوعه صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، وانطراحي بين يديه، ورؤية التقصير في أداء مقام العبودية وحق الربوبية، وفيه الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. ونكتفي بهذا القدر، فهذا القدر فقد اكتملت العشر دقائق حسب ما اتفقنا، حتى لا نزيد عليكم ولا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.